السلام عليكم، كيف حالكم يا أطفال؟ هل أنتم بخير؟ درسنا اليوم درس مشوق وجميل في مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي بعنوان جمل الجمع، فهل أنتم مستعدون للتعرف على جمل الجمع؟ إذن سنتعلم في هذا الدرس كتابة جملة عددية على الجمل، ونستعمل فيها إشارة زائد وإشارة يساوي. إذن هيا لنبدأ رحلتنا في التعرف على جمل الجمع. انظروا إلى المكعبات التي أمامكم، مكعبات باللون الأصفر ومكعبات باللون البنفسجي. كم عدد المكعبات الصفراء يا ترى؟ نعم، أحسنتم. إذن 1، 2، 3، ممتاز. وكم عدد المكعبات باللون البنفسجي؟ كم عدد المكعبات البنفسجية؟ فكروا فكروا. نعم، أحسنتم. 1، 2، جيد، ممتاز. إذن عدد المكعبات البنفسجية 2، والصفراء 3، أحسنتم. الآن ما العدد الكلي يا ترى للمكعبات؟ أريد أن أضع المكعبات الصفراء مع المكعبات البنفسجية، فكم سيصبح العدد؟ نعم، سنتأكد الآن. إذن 3 كما قلنا، 3 مكعبات صفراء زائد، هذه تسمى إشارة زائد، ف3 زائد 2 يساوي 3 مع 2، سأضمهما مع بعضهما البعض سيصبح، نعم أحسنتم. لنعد: 1، 2، 3، 4، 5. جيد. إذن أين أكتب العدد 5؟ هل أكتبه هنا أم هنا؟ أحسنتم، هنا بعد إشارة يساوي 5، ف3 زائد 2 يساوي 5، أحسنتم. فنقول هذا هو ناتج الجمع، 5 ناتج الجمع، ف5 مكعبات، فالعدد الكلي 5 مكعبات كما قلنا. هذه الإشارة ماذا تسمى؟ نعم، نسميها إشارة زائد، ليس لا أقول زايد، زائد، أحسنتم. إذن وهذه الإشارة، نعم يساوي، أحسنتم. نعم أخذنا كلمة يساوي، فهذه الإشارة ترمز لي يساوي، أحسنتم. وجميع هذه الجملة العددية نسميها جملة جمع، هي جملة عددية لأنها تحتوي على أعداد، فأسميها جميعها جملة جمع، أحسنتم، لأن فيها جمع إشارة الزائد، أحسنتم. إذن يا ترى، سؤال للأذكياء، سؤال تحدي: ماذا لو كان عدد المكعبات البنفسجية 3 مكعبات؟ فما هي جملة الجمع يا ترى؟ فكروا. الآن 3 صفراء، أضفت قطعة إضافية للون البنفسجي. نعم، أحسنتم، إجابات جميلة، أنا أرى إجابات تكتب على السبورة البيضاء، أداء رائع. إذن هيا لنتأكد. نعم، إذن كان لدينا 3 قطع صفراء وأضفنا قطعة واحدة بنفسجية، فأصبح المجموع 3 قطع بنفسجية، فأقول 3 زائد 3 يساوي، لا أسمع، 6. يا سلام على الحساب، عجيب. إذن أريد منكم الآن أن تتدربوا،
سأعطيكم دقيقتان للإجابة عن التمرين 2 في الكتاب صفحة 130، اتفقنا؟ انظروا إلى الصورة التي أمامكم، ارفعوا أصابعكم بمقدار عدد الأشياء واكتبوا جملة جمع لعدد الأشياء التي بالصورة، اتفقنا؟ إذن ستضعون هنا العدد وهنا الإشارة، عدد الإشارة ناتج الجمع. نعم، هيا دقيقتان. إذن أنا أعلم بأنكم انتهيتم لأنكم عباقرة الرياضيات وعباقرة في الحساب الذهني. إذن كم عدد الأشياء هنا؟ نعم أحسنتم، 1 لنتأكد، 2، 3، 4، 5، 6، ممتاز، 6. أين أكتبها؟ هل أكتبها هنا؟ أنتم 6، جميل. عندما أضم الأشياء أو إذا قلت جملة جمع فأي إشارة أضع؟ ممتاز، إشارة زائد، أحسنتم، أضعها هنا زائد. كيف نكتبها؟ انتبهوا لا تكتبوها بهذا الشكل، خط مستقيم أفقي وخط عمودي مرتب. نعم زائد، ممتاز، فستة زائد 1 ماذا أضع؟ يساوي، نعم يساوي، ماذا تعني؟ يساوي مجموع جملة الجمع. نعم يساوي، أحسنتم، 7، 6، 7، ممتاز، فسبعة ناتج جملة الجمع هو 7، أحسنتم. من يخبرني الآن مرة أخرى جملة الجمع بصوت أعلى؟ يقرأها لي. جميل، أحسنتم، 6 زائد 1 يساوي 7، جميل. إذن هيا نجمع الآن على خط الأعداد. خط الأعداد ظهر الآن، يبدأ هنا من الصفر وينتهي بالعدد 7. لنبدأ أولاً، 1، 2، 3، 4، 5، 6، أحسنتم. إذن 6 أشياء باللون الأحمر، وهناك أيضاً
شيء إضافي وهو سبعة ستة باللون الأحمر. نعم، ستة باللون الأحمر وواحد أيضا باللون البنفسجي، فيصبح المجموع سبعة. أحسنتم، فالعدد الكلي يساوي سبعة. ممتاز. هيا هيا، أريد منكم الآن أن تقوموا بالعد. قوموا بعد السيارات الموجودة واكتبوا جملة جمع صحيحة، وركزوا جيدا أثناء الكتابة للأشياء، لعدد الأشياء الموجودة بالصورة. هيا أجيبوا عن التمرين أربعة في الكتاب صفحة 130. دقيقتان. هل أكملتم؟ إذن هيا هيا، دعونا نعد السيارات. كم سيارة خضراء؟ نعم أحسنتم، واحد. واحد جملة جمع، ماذا أضع؟ أي إشارة؟ نعم إشارة زائد، فواحد زائد. نعم أحسنتم، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد زائد خمسة. ممتاز، يساوي نعم أنا أرى أناس جمعوا من العدد الأكبر، لا بأس، وهناك أشخاص قاموا بالجمع للعدد الأصغر، لا بأس بذلك. إذن خمسة ستة. أحسنتم، ستة، واحد زائد خمسة يساوي ستة. يا سلام، إذا لنجمع على خط الأعداد. خط الأعداد ظهر الآن، يبدأ خط الأعداد هنا بالعدد صفر وينتهي بالعدد ستة. لنجمع واحد، إذا سيارة واحدة خضراء. نكمل اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. أحسنتم، خمس سيارات باللون الأحمر، فأصبح المجموع كما قلنا ستة. أحسنتم، واحدة خضراء، خمسة حمراء، فأصبح المجموع ستة.
كرة سلة وكرة قدم، هيا هيا. قوموا بعد الأشياء واكتبوا جملة جمع صحيحة. أجيبوا عن التمرين 6 في الكتاب صفحة 131. دقيقتان، هيا بسرعة. إذن هل أكملتم؟ جميل، هيا لنبدأ. إذن كم عدد كرات السلة؟ 4. من أين أتت الرابعة؟ إذن نعم 3، أحسنتم. 1، 2، 3. 3 نعم زائد كم كرة قدم؟ 5، أحسنتم. 1، 2، 3، 4، 5، أحسنتم. فثلاثة زائد 5 يعطي ماذا أقول؟ يساوي المجموع الكلي. نعم ممتاز 8. هل كانت إجابتكم صحيحة؟ ضعوا لأنفسكم نجمة كبيرة، أحسنتم يا أطفالي. إذن هيا لنجمع على خط الإعداد. خط الإعداد، هيا لنبدأ بكرة السلة أولاً. 1، 2، 3، 3 كرات سلة. لنكمل بكرات القدم، فثلاثة سلة، نكمل القدم. 1، 2، 3، 4، 5، 5 كرات قدم، أحسنتم. فأصبح المجموع 3 زائد 5، كم يعطيني؟ وصلنا إلى أي عدد؟ أحسنتم 8، ممتاز. دراجات، ونعم ربما تسمونه سكوتر أتوقع. نعم نعم أحسنتم. إذن انظروا إلى الصورة، أريد منكم أن تكتبوا جملة جمع لعدد الأشياء الموجودة هنا. أجيبوا عن التمرين 8 في الكتاب صفحة 131. دقيقتان، هيا بسرعة.
إذن هل انتهيتم من الإجابة؟ ممتاز، هيا لنتحقق ونتأكد ولنقيم إجاباتنا بالتحديد. هنا كم عدد الأشياء؟ نعم أحسنتم، 4. ممتاز، 4 زائد كم دراجة؟ نعم أحسنتم، 2. 4 زائد 2 يساوي، لنضمها مع بعضها البعض، أحسنتم، 6. من قام بكتابة جملة الجمع بشكل صحيح؟ ضعوا لأنفسكم نجمة، 4 زائد 2 يساوي 6. ممتاز، هيا لنجمع على خط الأعداد. خط الأعداد لنبدأ أولا ب نعم السكوتر، هيا 1 2 3 4. ممتاز، لنكمل الآن الدراجات. إذن 4، 1 2، دراجتان فاثنان، فالمجموع 4 زائد 2، وصلنا إلى أي عدد؟ أحسنتم، 6. ممتاز، إذن الجواب صحيح. هيا هيا، من مستعد للعب لعبة السرعة؟ ستظهر الآن بالونات، عدد من البالونات سأخفيها بسرعة، ولكن أريد منكم أن تركزوا جيدا. كم عدد البالونات يا ترى؟ لا تنسوا أن ترفعوا أصابعكم بمقدار العدد الكلي الذي سيظهر لكم، اتفقنا؟ ثم اكتبوا جملة جمع في الورقة أو السبورة البيضاء. هيا ركزوا جيدا، اختفت. إذن كم بالونة؟ نعم ربما، نعم، وأنت؟ أحسنتي، هل هناك إجابات أخرى؟ دعونا نتأكد. إذن لعبة البالونات، هيا يا بالونات اظهري لنا، 1 2 3. أحسنتم، 4 بالونات باللون الأزرق، ونعم 3 بالونات باللون الوردي. جملة الجمع هي 1 2 3 4. إذن جملة الجمع 4 زائد 3. أحسنتم، كم يساوي؟ 4 5 6 7. فـ4 زائد 3 يساوي، أحسنتم، 7. ممتاز، بارك الله فيكم. لعبة الإنصات، أنصتوا جيدا، تعالوا يا أصدقاء، أريد منكم أن تكتبوا جملة الجمع، اتفقنا؟ جاءت صديقتي، لديها الآن، استمعوا للطائرات الصفراء، صديقتي تملك الآن طائرة باللون الأصفر، أريد منكم أن ترفعوا أصابع اليد اليمنى بمقدار عدد الطائرات الصفراء التي ستطلقها صديقتي، هيا استمعوا جيدا. هل استمعتم؟ نعم، الآن حان دور صديقي البلد، استمع للطائرات الزرقاء وارفع أصابع اليد اليسرى بمقدار عددها، هيا ركزوا استمعوا جيدا. نعم ممتاز، إذن ما جملة الجمع يا ترى؟ جميل، إذن أحسنتم، طائرتان باللون الأصفر وثلاث طائرات باللون الأزرق، فأقول في جملة الجمع 2 زائد، أحسنتم، 3. ممتاز، يساوي 5. يا سلام، إذن أطفالي الحلوين انتهينا من درس اليوم، ولكن أريدكم أن تتدربوا بشكل أكبر بالرجوع لكراسة التمارين بصفحة 52، اتفقنا؟
وبذلك انتهينا من درس اليوم وتعرفنا فيه على إشارة زائد وإشارة يساوي، وتعرفنا على جملة الجمع. إلى اللقاء، مع السلامة.